طيب هذه قراءات الجولة الأولى، كيف شفتها عيد؟ والله جولة يعني كبداية لم تظهر يعني بالشكل الحقيقة المطلوب، ما كان فيها ذاك العطاءات الكبيرة، كان فيها طبعا يمكن خسارة النصر كانت هي المفاجأة الكبيرة، النصر لما يخسر يعني من السنين. انت مثل ما قلت ردود الافعال كانت كبيره جدا واحنا في بدايه الدوري، وهذا امر يعني غريب، يعني انت تتكلم الاتحاد او النصر. حقيقه النصر يعني فريق قوي، لسه قاعدين احنا شهر ونص قاعدين احنا نمدح فيه ونتوازل في صفقاته ونقول هالفريق الذي لا يقهر، حتى انصار اللي الحين زعلانين وقلبوا الدنيا فوق تحت كانوا يشوفون الفريق الذي لا يقهر. ما تغير شيء، هو نفس الفريق، لكن ممكن يتعثر في اي مباراه، حتى اي فريق في العالم مهما كانت نجومه ممكن ما يكون في يومه، فما بالك عاد يعني ما حصل مع النصر. الاتحاد ايضا الغضب الجماهيري ايضا حسيت ان الاتحاد كان ينافس على بطوله الدوري العام الماضي، حرص الاتحاد حتى في اخر مباراه عرفت قبل شهر كان ينافس على الهبوط، وهذه البدايه يعني لابد انه ندعم الفرق، لابد انه ننتظر، لابد انه لا نحكم بسرعه، يعني من الصعب حتى الحديث الحين ان احنا على الطاوله نتكلم عن الفرق كلها، نتكلم عن الاتحاد ولا وضع الاتحاد سيء، ما اقدر اقوله صراحه، ولا اقدر اقول لك وضعه كويس، بعد 5 جولات 6 جولات ممكن اقول لك رايي في الفرق كلها. في فرق اوكي واضح نفس الاستقرار، بالعكس مدعمه صفوفها اكثر، التوقعات لها انها تسوي شيء كبير، مثل النصر، مثل الهلال المستقر يعني بنجومه بطل الدوري تتوقع لها المنافسه، خساره مباراه لا تعني، سيخسر النصر مباريات اخرى وممكن يحقق اللقب مع الخسائر. ترى من النوادر والمعجزات عرفتها اللي مرت على الدوري السعودي يمكن مرتين، هي الظاهر اتفاق والهلال غريبة. صح ولا لا؟ اتفاق اذا ما تعرف. لا اتفاق اوكي، بس الهلال او الشباب اللي او الشباب اللي مثلا الدوري كله ما خسروا في تاريخ الدوري السعودي كله. فكل بطل يعني حقق الدوري السعودي كان عنده تلقى خسارتين الى 3 الى 4، شو المشكله؟ فانا اعتقد انه كان حتى الغضب الجماهيري يعني واللي صاحبت والاراء الفنيه عموما ما كانت منطقيه، واحنا نتكلم في البدايه وفي بداية الموسم في أولى المباريات، فكثير من الفرق أيضا حتى ما كانت يعني واضحة المعالم، فرق كانت ينقصها الكثير، مثلا العين كان يلعب قدام الهلال بلا مدرب بلا أجانب، القادسية أيضا كان يلعب بلا أجانب، الفرق الصاعدة كان واضحة يعني ما كان واضح يعني من ناحية الأجانب خاصة القادسية والعين. في فرق أيضا لاعبينها الأجانب اليوم يوصلون، بعض التعاقدات لم تنتهي حتى الآن، فكل هالأمور يعني تخلينا أنه فعلا ما نحكم إلا فقط على النتائج، لكن على المستويات على ما يمكن التنبؤ له في المستقبل من الصعب أنك تحكم عليه.